السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حبايبي واخواتي المتابعين اللي وصلوني طبعا ل100,000 مشترك. انا بشكركم جدا، يا رب يبارك لي فيكم سواء داخل مصر او خارج مصر. بحبكم وبعزكم جدا. النهاردة بقدم لكم تشكيلة عربيات مميزة موجودة طبعا في مصر في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عرابي الفرع الاول والفرع الثاني والذي يتم التصوير فيه وهو فرع الشيخ زايد بجوار مسجد الشرطة. النهاردة معانا تشكيلة ممتازة من العربيات الاس يو في زي ما حضراتكم شايفين كده، بي ام دبليو اكس 1 والعربية طبعا سيات كبرى زي ما حضراتكم شايفين، وعندنا كيا سبورتج وهيونداي توسان وسكودا الكودياك والأوبل كروس لاند. اي حد محتاج اي حاجة في التشكيلة دي يقدر يكلمني على 011-465-3036، تواصل 24 ساعة. عايز الفيديو ده يلف البلد كلها، شير على الفيسبوك، على مواقع التواصل الاجتماعي كلها. ياريت بعد اذنكم نوصل مع بعض ان شاء الله 500,000، وياريت كل الناس الموجودة تلف شوية في الفيديوهات علشان نقدر نحقق الحلم بتاعنا، الحلم الكبير 1,000,000 مشترك. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.